مشاهدين الكرام، وحشتوني جدا وزيكم في حلقة جديدة من برنامج بوابة حواء. طبعا قبل أي حاجة وقبل ما نبدأ في أي حاجة، أنا بقدم خالص التعازي لجنودنا اللي استشهدوا في سيناء، ويعني أنا طبعا كلنا قلبنا حزين جدا بسبب الموضوع ده، فربنا يرحمهم وهم في منزلة أحسن بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. هنبدأ بقى حلقتنا النهاردة عن النكد، بس قبل ما ابدا عن النكد وقبل ما يكون معايا الدكتور احمد ايوب، انا النهارده معايا كذا مشكله وكنت موعده يعني اصحابها وكده ان احنا هنتكلم فيها في البدايه علشان الناس منتظره الرد. مبدئيا كان في اول مشكله هتكلم فيها، ان هي بتقول جايلي عريس عنده 35 سنه عشان كان مسافر بره مصر، ويعني والظروف الماديه بتاعته كويسه وكده، بس هو حاصل على دبلوم تجارة، وان هي عرفت الكلام ده من صفحته على الفيسبوك. هو عنده 35 وهي عندها 24 سنة. هي لما دخلت الفيسبوك عرفت ان هو عنده 38 سنة، فهي بتفكر في فرق السن ما بينهم، دي حاجة. الحاجة التانية فرق التعليم او الدراسة ما بينهم، فعرفت ان هي كمان هتسكن في بيت عيلة، وان هي هتكون في محافظة غير محافظتها، ان العريس ده اصلا جايلها عن طريق احنا بنسميها خطبة. فقعدت مع مامته، المهم مامته جاية بتتفرج على العروسة، اللي هو حركات زمان وكده، او هي كاتبالي جاية تطمن على البضاعة بتاعتها. فضلت تبص كأني تلفزيون قدامها، اصل هتجوزها هي، وفضلت تتكلم على يعني جواز ولادها التانيين، بياكلوا ويشربوا كله مع بعض وشغل البيت مع بعض وعندهم ارض. الست طبعا قالت لها انت ما تستهليش العروسه اللي هي اللي جايه. المهم كل ده يعني ايه احنا حافظينه بيحصل كتير. الام بقى، ام البنت بتتخانق معاها وعماله تقول لها العمر بيعدي والوقت بيجري وكتير مشاكل. هي البنت كل طلبها في الدنيا ان هي عايزه شاب يكون في سنها، ما يبقاش واحد وهي عندها 30 هو عنده 50. فطبعا انا وعدتها ان انا هرد عليها وان مامتها تبقى موجودة معاها عشان تسمع الرد، وزي ما كلكم شايفين المشكلة موجودة وكان عليها كومنتس كتير وكده. انا مش عارفة اقول للام ايه، انت ازاي عايزة ترمي بنتك رغم اللي بيحصل ده؟ احنا نحس ان احنا بنقدم في ملطة، اللي هو مفيش حد معانا، احنا بنكلم نفسنا. حضرتك شايفة قتل أسري، وشايفة ستات عمالة تموت في رجالتها يعني، والأول كانت الرجالة اللي بتدمر، دلوقتي ما شاء الله شايفة كوميكس كتير نازلة على الفيسبوك إن كله نازل خايف طبعا من مراته والحاجات الجميلة بتاعت الشعب المصري دي. بس هو حياتك فين؟ هو حياتك مش موجودة معانا في الأرض؟ يعني أنت مش شايفة إن بنتك ممكن لا قدر الله في يوم من الأيام يحصل لها كده؟ طب بلاش، أنت مش شايفة فرق السن؟ يعني واحدة عندها 30 سنه، هي فعلا بتتكلم صح، هي دلوقتي عندها 24 سنه، قطر جواز ايه اللي فات واحده عندها 24 سنه؟ يعني فاتها ازاي؟ يعني هي مخلصه بكالوريوس، يعني هي اوريدي لسه مخلصه بقالها سنتين او 3 سنين. انت ازاي شايفه ان بنتك ده لسه عندها شغل ولسه عندها مستقبل هتكونه؟ ليه فكره الجواز عندنا في مصر مرتبطه بالسن؟ ليه؟ ليه 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 دايما، وخصوصا هرجع اقول في الاقاليم، يعني وصلتوا لليفل عالي جدا في التعليم، وصلتوا لحاجات كويسه جدا في في في, في الاخلاق، واصلين لدرجات كويسه في حاجات كتير، ليه بقى عندكم عادات مدمره الدنيا؟ يعني ايه لازم تتجوزي قبل ما يجي قطر جواز يفوتك؟ وايه يعني ايه اصلا قطر جواز يفوتك؟ دي كلمه اصلا في حد ذاتها غلط. الست الوالده انت بتقضي على بنتك، والبنت ما فيهاش حاجه لما تقولي لا، لا مش هتجوزه، لا في وشه، لا لمامته، لا للي جايين يتفرجوا على السلعه اللي حضرتك عرضاها. انت كده عارضه بنتك للبيع، والست الوالده جايه تختار. طب فرضنا ان البنت بنت حضرتك بقى كان على حسب كلامك قطر الجواز كان فاتها، وانها عمرها مثلا بقى 30، فطبعا دي في نظرك الست دي كده بنتي كده خلاص، انت كده بنتك انتهت بقى لما هي في 24 عمرها بيجري، فهي في 30 اكلينيكيا راحت ماتت خلاص. طبعا ده بالنسبه لفكرها، انما في الطبيعي ده مش صح طبعا. انت مدركه يعني انا مش عارفه اقول لك، انا دايما عايزه احترم الامهات برضو، الام ليها وقارها.
انت شايفه ان بنتك وهي عندها 30 سنه والست دي جايه اللي هي بقى ايه الحما الكويسه اللي جايه تتكلم عن مراتات ولادها التانيين علشان نعيش في جو تاني، هتيجي تشوف بنتك عندها 30 سنه ايه ده دي كبيره، بعدين تبص لها يا حرام كده. طبعا بنتك ال 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 على لسانك بقى هتبقى عانس بقى، فالعنوسه ظاهره على وشها فمدياها يعني مخليه وشها معجز 18000 سنه قدام، فاللي هي ايه هي كده منتهيه عشان انتي ام مش عارفه تحافظي على ان بنتك تبقى كويسه. فيا حرام بقى هتيجي تعين البضاعه على حسب كلام بنتك، البضاعه تطلع اتلفها الزمن باظت، يا حرام مش هينفع، فتضطر الست الفاضله تروح مدياكي كلمتين عشان ابنها اللي هو اصلا ساعتها يكون عنده 100 سنه وميت قبل كده مش عاجباها بنتك، هي عايزه بنت في حدود 16 سنه، الواحد عنده 50 سنه. ايه يا جماعه الكلام ده؟ انتوا ازاي بتخلوا البنت سلعه؟ يعني ازاي ربنا خلقها ست واداها كل حاجه حلوه وانتوا بتضيعوها؟ يعني انا المشكله دي فعلا لو قعدت هاخد حلقه كامله عليها. الام حضرتك غلط غلط غلط، حضرتك بتدمري بنتك، حضرتك بتقضي عليها، حضرتك ممكن تتسببي في موتها، انا هقولها لك كده دايركت، في انتحارها، في انها في سنين بسيطه كانت يعني ربنا يكون مديها عمر اطول تروح انت مقصره عمرها بقى ايه بالجوازه دي. فمع احترامي للام حضرتك غلط، البنت نصيحتي ليكي وبقولها قولي لا، حتى لو العريس ده موجود وما لهاش علاقه بالاخلاق وما لهاش علاقه بادبك وما لهاش علاقه بقله ادبك، انت حد هيتحط في موقف مستقبله بيضيع فيه، نفسيا بيتدمر، كل حاجه فيه بتروح، تخشي كده بكل ادب واحترام وتقولي لا. وبعد لا انا هخرج فاصل وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. طيب عشان بس الحق اقولها، قولي لا، قولي لا في وجود العريس حتى لو مامتك مصره انه يجي، قولي له كده بكل ذوق انا اسفه جدا حضرتك مش مناسب معايا، انت كمان عيني البضاعه وقولي انها مش نافعاكي، ايه المشكله؟ يحصل اللي يحصل بقى، اتضربتي بقى بس المهم ارفضي، مستقبلك اهم من اي حاجه هتحصل لك ساعتها. معايا مشكله تانية بس المره دي بقى مشكله مختلفه تماما، هي صغننه خالص، زوج بعتها بيقول انا مراتي بحبها بجيب لها سوري بجيب لها كل حاجه مش باخل عليها باي شيء، احدث العربيات، مصايف بره مصر، لبس براندات، اتزنقت في مبلغ سلف منها رفضت تديني وتقولي مش هديك حاجه مع ان الفلوس اللي معاها دي من خيري، انا فتحت لها مركز تجميل ومش باخد منها حاجه، دي تبقى ايه؟ دي زوجه وحشه قوي. حضرتك راجل محترم، حضرتك راجل شايف بيتك، حضرتك حد لا غبار عليك، يعني بعيدا عن البراندات ومصايف بره مصر والكلام اللي اتقال ده، يعني حد شايل مراته وحد بيصرف عليها وحد مش بخلان عليها، فالطبيعي انك تكوني زوجة اصيلة وانك تديله. يعني لا دي كده ست مش صح، دي ست بخيلة. يعني ايه انا مش عايزه حد يقول انت لما بتيجي مشكله عن السيدات بتتكلمي مش كتير، لا خالص، يعني هو الموضوع يعني محزن. انا طول عمري عارفه ان الست المصريه ست اصيله وبتقف قدام جوزها اللي هو اساسا في اغلب الوقت ما بيطلعش معاها كويس، ف يعني ليه دايما احنا عاملين كده؟ ليه ماشيين عكس بعض؟ يعني ليه الراجل كويس الست مش كويسه، الست كويسه الراجل مش كويس؟ ليه الموضوع مش ماشي اتنين زي مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك الطيبون للطيبات؟ يعني ليه حاسه ان احنا بنشوف الكلام بتاع ربنا فين ونمشي عكسه؟ يعني هو ربنا رزقك براجل فيك، ما اعرفش طبعا صفاته ايه او هو بيعاملك ازاي في البيت، بس هو واضح ان الموضوع مادي، هو راجل اتزنق من غير ما يكون بيديكي فلوس، هو مش اصلا هنقول ان هو راجل ظروفه مش ولا بد، ان هو ظروفه مش حلوه مش مساعداه، فانتي معاكي فلوس ايه المشكله لما تديله؟ ليه الكوبايه الفاضيه خالص ما تجيش اللي مليانه وتديها نصها ويبقوا الاتنين زي بعض؟ ليه ما بنعملش كده؟ ليه عايزه تطلعي ست مش اصيله؟
هي ملهاش اي مسمى تاني، انت كده ست سيئة جدا. ان انا يكون الراجل فاتح لك مشروع و بيوتي سنتر على حسب كلامه، ومديكي فلوس وبيخرجك يعني عامل لك كل حاجه اي ست بتتمناها في الدنيا، اي بنت بترفض الجواز بسببها، يعني ليه انت كده؟ لا الست دي، انت سؤالك معلش انا هرجع له تاني، انت بتقولي الست دي تبقى ايه؟ الست دي تبقى ست مش اصيله، والست دي تغير معاملتك معاها، راعي ربنا فيها ماشي اوكي، اديها درس، اعمل معاها اي حاجه تعلمها. مش هقول لك طبعا سيب خليها تتطلق، لان هي برضو معذوره. انا هقول ليه معذوره؟ هي معذوره لان اغلب او سمعه الرجاله في مصر، احنا خلينا متفقين بقى ان سمعه الرجاله عندنا في مصر مش تمام. انا ما اعرفش انت بتعملها ازاي، انت ممكن تكون بتديها فلوس، بتديها عربيه، بتخرجها، بس انت مطلع عينيها في حته تانية. انت ممكن تكون راجل يعني بيحب يتفرج مثلا، بيحب يتفرج على الستات، بيخون، يعني نقولها كده، يعني ممكن تكون بقى بتخون باي صوره من الصور، فهي عايز حبت تنتقم منك، فراحت قررت انها ما تديلكش فلوس وتسيبك مزنوق وواقع، بحيث انت لما تتزنق وتقع فيبعد عنك الستات بتاعتك. ما يمكن هي تبقى كده، انا مش عايزك يعني تزعل او كده، بس انا مش هقول لك ابدا اخرب بيتك عشان خاطر موقف زي ده. انا هقول هي مش اصيله، دي من حسب كلامك، انما انا بقول لك انت ممكن تكون، انت راجع حساباتك بقى في نفسك، انت ممكن تكون مش مريحه في حته تانية. اصل الخيانه ليها حاجات كتير، فانت ممكن تكون بتعمل حاجه من الحاجات دي، فهي رد فعل طبيعي ليها، انت قامت احسن ما تقتلك. يعني ايه الاحسن، تقتلك ولا تبخل عليك؟ لا تبخل عليك احسن. فانت شوف الاول امورك في البيت ايه، اقعد معاها كلمها، قول لها مثلا يعني انا عامل معاكي 1 2 3، ده رد الجميل ليا في الاخر، يعني انا في، يعني انا راجل مديكي كل حاجه بتتمنيها، ده رد الجميل ليا، يعني هو ده موقفي معاكي. هو طب انا بعد كده لما ربنا يكرمني ما اديكيش؟ شوف بقى هي هتقول لك ايه. لو هي فعلا ست مظلومه معاك في جزء تاني في الحياه الاسريه، هترد عليك وتقول لك الظلم اللي انت عامله عليها. ولو هي ست فعلا مش اصيله وهتقول لك هو كده ودي فلوسي وانا اللي عملت نفسي والجو بتاع الستات الاوفر دول، مشيها. احنا هنطلع فاصل وهنرجع مره تانية ونكمل بقيه حلقه النهارده. طب عايزه اقول لكم بقى على حاجه، اني اصلا السونج اللي كانت معروضه، الاغنيه المعروضه دلوقتي لتامر حسني، على فكره بتقول ان الرجاله هم اللي نكد. والله بصوا بقى ايه، عايزه اقول لكم ان انا غالبا اول مره اشوف واحده ست النهارده معديه من قدامي، فما فيش الا انا والست دي موجودين في المكان، وكلهم الباقي كله رجاله. بس بصوا والله الاغنيه دي بتقول ان الرجاله اللي نكدين. مبدئيا دكتور احمد ايوب متعصر في الطريق، هو في حاجه، انا عارفه ان يوم الخميس زحمه في مصر، انا قلت بس هو جاي ان شاء الله وربنا يعني يجيبه لنا بالسلامه. هو جاي غالبا بعد 10 دقائق، فالحمد لله بقى عشان اقدر انا اثبت الاول وجود، وهو غالبا خاف يجي في اول الحلقه، انا عارفه الدكاتره ساعات بيعملوا حركات كده. خلينا بقى نقول ان انا النهارده هخرج تاني من دور المذيعه، وان انا حد محايد ما بين الراجل والست، انا النهارده مع الستات بس. فهقول لكم ليه بقى اغنيه تامر حسني بتقول ان النكد من الراجل. بصوا بقى، هو اساسا في الفيلم ده كان حد مستفز جدا، سيبك بقى من دمه خفيف وانه هو كان مطلع عينيها، تمام؟ ف ري اكشن طبيعي جدا ليه ان هي لما يفيد بيها الامر تنكد عليه. ما هو انت اساسا حد مش ملتزم، حد مستفز، يعني انا يعني اخشوا في الـ في الـ في, الـ في الكليب على انه انتوا يعني كل واحد يعيش الدور بتاعها، ما يعيش على اننا بنتفرج عن تامر وعلى الفنانه مي عز الدين. يعني اخرجوا خالص من ان هو فيلم او كده، وخشوا في الدراما بتاعتهم على انها حياتكم. مين ست في الدنيا هتقدر تستحمل شخصيه زي شخصيه تامر في الفيلم؟ يعني انت ازاي الست هتقدر تستحملها؟ علشان ما حدش يقول لي انت جاي علينا، ادي هو الكليب اهو والفيلم اهو
والاغنيه اهي، وعمال يقول نكدها وان هي الست مش عارف ايه بطله العالم، ما تنقذوني يا جماعه، تقولي كلمات الاغنيه بطله العالم في النكد والكلام ده كله. فهي هو قال انها بطله في النكد، وفي الاخر خالص بقى في اخر الكليب خالص بيطبطب عليها وان هو برده بيحبها وان النكد بتاعها احلى نكد في الدنيا. لا يا حبيبي خالص، على فكره انت اللي نكدي، انت الراجل اللي خليتها نكديه. ليه؟ انا هديكم بعد كده دليل على كلامي ده. مبدئيا ده راجل خاين طول الفيلم، هو راجل خاين وطول الفيلم راجل مستفز وبيعمل كل حاجه غلط ومهمل في ولاده ومش بيخلي باله منهم. فطبيعي لما بعد ضغط العيال وبعد ماشيه بتلف وراه، فطبيعي يكون ست نكديه وبتفضل تقول. وبعدين هي مش يعني هي نكديه بغلب برضه، يعني بصوا بتنكش في شعرها وبتاع. وبعدين مي عز الدين قمر يا جماعه، يعني هو بصراحه كنت المفروض تجيبوا لنا كتاب كده لحد شبهنا كده لذيذ، انما حد قمر زي دي. فالنكد من الراجل ليه؟ انت رب الاسره، انا ما حدش بيرد عليا دلوقتي، انت ممكن تفتحوا تليفونات وتدخلوا لي الناس لحد ما يجي الدكتور ان شاء الله ونتعامل مع بعض. فدي حاجه. الراجل بيخش بيته، انت تخش مبسوط هتلاقي الدنيا فرفوشه. طب انت دخلت مبسوط ولقيت الدنيا مش فرفوشه، هنقعد نهدى كده، هنشوف الحياه دايما اولها انت، انت اولها، انت راجل البيت وانت رب الاسره وانت كل حاجه. دي ست قاعده سواء مش بتشتغل فهي بتشتغل مع عيالك، سواء هي بتشتغل فهي بيت وشغل واولاد، مهما كانت الضغوطات عندك فانت المسؤول. فالراجل هو السورس بتاع النكد، عارفين انتوا كده الحته الحلوه. هو عايزه اقول تشبيه بس مش فاكراه. الراجل بيعمل ايه؟ بصوا انا هشبهها لكم، بما ان احنا عندنا قتل كتير الفتره دي والقتل عندنا بقى لذيذ كده وسهل الممتنع. هو حد مستفز مثلا يتخانق مع اتنين، اتخانقوا مع بعض، فهو ابتدى يضغط 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 يضغط، فالتاني اخر مزيه قام جايب حاجه وضربه في وشه وموته من غير ما يرد. طبعا هيقول ان ده القاتل وان وان حرام حد اتقتل ويتحبس ويتسجن وتطلع عينه ويتشنق في الاخر ويموت. ليه؟ عشان شخص مستفز استفز اللي قدامه راح قتله. يعني ما هو ده نفس الوضع. الراجل بيخش بيفضل يشحن في البيت يشحن في البيت وقرف ونكد وما بيشيلش مع الست مسؤوليه، طبيعي هيبقى معاه ست رخمه رخمه في البيت. ما هو انت اساسا مديها كل حاجه تخليها رخمه. طب نيجي بقى عند راجل فرفوش كده يعني، وده مش موجود، لا موجود، ما ينفعش اقول مش موجود، لا موجود طبعا. الراجل الفرفوش ده موجود بس قلما كده، حاجات مش يعني عارف تدور عليه في وسطيهم كده. الراجل الفرفوش ده اللي بيخش كده يضحك ويهزر ويدلع في مراته ويقعدوا كده يضحكوا مع بعض وليهم ساعة صفا اخر اليوم، الحاجات الحلوة اللي بتحصل كل فين وفين دي. فده راجل طبيعي جدا هيقابل فرفشه وحاجات حلوه كده في البيت. غير بقى طبعا ممكن تلاقي بقى ايه ست نكديه ودول يا حرام بيبقوا حاجات بسيطه جدا، ودي بقى بتبقى انا برضه هبرر لكم من المشاكل اللي بتجي دي بقى اصلا لا هم السبب. التربيه بتاعتها او النشاه بتاعتها، النشاه كانت مش صح، اتربت في وسط برضه اب كان نكدي في بيته، فخلى الام تتعامل مع اولادها معامله مش صح فنشات عنها ست نكديه. هتجيبوني كده هقول لكم ان الراجل، هتجيبوني كده هقول لكم ان هو الاب. وربنا يسوق دكتور احمد ايوب، علشان الحلقه دي لازم حد يرد عليا فيها، عشان كده ايه يعني الدنيا هتبوظ. مفيش تليفونات معانا ولا اي ولا اي حاجه معانا؟ معانا تليفونات وسايبني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. الحلقة عن النكد. ها احنا مش هنتكلم عن يعني مش هكلم حضرتك ان انت مش محايدة، ان انت ست، احنا هنتكلم كإعلامية. كإعلامية ماشي اوكي موافقة. يعني دلوقتي اخرج من ان انا من ان انا اكون مع الستات وكده؟ يا ريت. حاضر ماشي. سؤال بقى، اتفضل. هل الراجل بيخش من شغله بينكد؟ هل ايه؟ الراجل بيخش من شغله بينكد؟ لا اعلاميا. لا
تمام. بس مكشر، بس بيخش مكشر. بيخش مكشر، مكشر من شغله. ماشي، هو احنا ليه ما نرميش الدنيا دي بره ونخش نقول السلام عليكم ومعلش ياخد انا عايز ارمي الدنيا دي بره عشان اخش. المفروض بقى اللي يخليني ارمي الدنيا دي بره ان انا الاقي ابتسام. ان انت خلاني باسم كويس. الو، طب اقف في حته فيها شبكه عشان يعني انا حابه اكمل الكلام. الو استاذ محمد، طب استاذنك تتصل بينا تاني يا استاذ محمد. استاذ محمد عنده حق يا جماعه. ايوه ما هي دي انا بتكلم فيها بقى، ان هو هيخش مكشر فهيلاقي ست في البيت، لو داخل مبتسم او داخل عادي او داخل في الطبيعي راجل شقيان، فيخش يلاقي الشاور بتاعه ودنيته وحاجته كده متجهزه له، ويخرج يلاقي اكله او غداه ويقعدوا يتغدوا مع بعض. الحاجات اللي في الاول دي على فكره بتكسر او بتدغدغ الهموم. الصراحه يعني هقولها دي حق ربنا، الجزئيه دي فعلا على الست. انت لما تبقي في بيتك وعارفه مثلا ان نص ساعه وجوزي جاي، اوكي، طب انت عندك ولاد مبهدلين الدنيا، مش مشكله يعني، هو مش لازم اعمل فول ميك اب ومش لازم البس واو هدوم كل يوم، انت ممكن بلبس بسيط خالص، لبس بيت عادي خالص، اي حاجه، غسلتي وشك غيرتي ريحه ايديكي، هتبقى الدنيا تمام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. انا اخبارك يا فندم؟ استاذ محمد من سوهاج غير استاذ محمد الاولاني. لا من سوهاج يا فندم انا. تمام، انت اتكلمنا في النكد يا استاذ محمد من الراجل ولا من الست؟ لا يا فندم ما فيش نكد، بس النكد الناس حاطه وسطينا. ايه؟ الناس حاطه النكد وسطينا. الناس هي اللي لا مش فاهماها بقى، فهمها لي، دي جديده بقى، دي كده داخله جديده. لا فندم، تعمل مراتي سحر وحاليا تعبانه، نفسين تعبانه وشمال ويمين مش عارف نعالجها، وكل ما حد يخش. تمام يا فندم، كل ما دخل حد وسطي شيخ ولا حاجه كده، كل ما حدش حد ينصب عليا. يعني هنا دي بيرجعنا للحلقه اللي هي بتاعت فضيله الشيخ، ان النكد هو ما عندهمش، انتوا ما عندكمش نكد، بس النكد بيجي لكم من السحر والاعمال يعني والحسد. يا فندم انا شغال سحر اعمال هنا، الناس بتستخدمها الله يعني. طيب ما احنا قلنا ساعتها فضيله الشيخ اداكوا علاج حلو جدا الموضوع ده، وقال لك شغل سوره البقره في البيت وانت بنفسك اقرا قران، واقرا قران على ميه واشربه. ما ده فضيله الشيخ قال الكلام ده المره اللي فاتت، قال لك ان ربنا خلق الداء والدواء، فانت اعمل ده بنفسك، بلا يعني حتى لو الشيوخ مش قادره تعمل ده اعمله انت. استاذ محمد بشكرك. استاذ محمد الو معايا استاذ احمد. الو، هستأذنك توطي صوت التلفزيون يا استاذ احمد عشان اعرف اسمعك. عليكم السلام استاذ احمد، وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون عشان اعرف يعني اسمعك وتسمعني ونبقى مع بعض. الو يا منى، فين صوت الاولى منى؟ يلا يا منى وطي صوت التلفزيون يا منى. طب ارجع لينا تاني يا استاذ احمد. فهقول فعلا حاجه مش حلوه خالص ان البيت يبقى سعيد ومبسوط ويتفاجئ باعمال او حسد، بس والله والله عن تجربه شخصيه، ان سوره البقره او فعلا انا في معايا حاجات ممكن ابقى اخلي الاعداد ينزلها في القران، حاجات حلوه قوي، ان في ربنا سبحانه وتعالى عمل لكل مشكله سوره. يعني على ما اتذكر كانت البقره لطرد الشياطين من البيت، الرزق كانت سوره الواقعه، فالحاجات دي كلها يعني، والبقره بتبعد الشياطين عن المنزل يا جماعه 3 ايام، شغلوها حلوه جدا والله حلوه، حاجات كده بسيطه خالص ويا سلام بقى لو الشخص هو اللي قراها يعني. وكان الشيخ قايل لي انا مش بنساها ابدا، اني اجيب ميه، انا بتعامل معاكم بطبيعتي اللي هو اللي بيتعامل معايا انا هعمله، ان انا اجيب ازازه ميه
واقرأ عليها قرآن واشرب الميه دي في راحه نفسيه. مبدئيا انا دايما بقول ان البني ادم بيتعالج يعني ايه باقتناعه الشخصي يعني. طيب معانا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك استاذ سامح؟ استاذ سامح معايا؟ معاك استاذ سامح. النكد حضرتك بتقولي راجل ولا ست في النكد؟ لا النكد انا الحمد لله ما فيش نكد. اصل انتوا بتعملي تنكدوا وتقولوا بنكد والراجل بينكد في البيت وبتاع. انت شايف بينكدوا ليه يعني؟ لا انا ما بقولش ان في نكد وان الراجل. لا انا بقول النكد ده سؤال. انا بقول لكم سؤال، النكد ده هو الراجل سببه ولا الست؟ ايه بقى مين السبب، انت ولا المدام؟ انت انا لو دخلت من البيت بضحك والدنيا تمام مش هيبقى في نكد. برافو عليك. تمام. ولو دخلت مكشر؟ ولو دخلت مكشر هلاقيها مبوزه في وشي. يا بقى يبقى مين النكد؟ انت اللي قلت على فكره. يبقى مين اساس النكد؟ انا معاكي في كده، انا معاكي في كده. بس يعني سوري، في ستات تخش عليهم البيت اعوذ بالله تلاقيهم مش عارف ليه. طب ما نحاول نحركهم من الستات دي يعني. قول لها يا حبيبتي انت مبوزه في وشي ليه يا ماما؟ مين مزعلك؟ ما تسالها. هي بتجري مني جوه مش عارفه هي مبدئيا كده انت لو مراتك قاعده جنبك انا بقول لك قول ان النكد منك. قول بس الموضوع فيه خطر الفتره دي على الرجاله في مصر. هارب. شفت بقى، هو غالبا الست دخلت المطبخ وانتوا عارفين بعد ما بنخش المطبخ ايه اللي بيحصل. نرجع لكلامنا تاني. وبص هو كل المتصلين كلهم رجال ويجوا عايزين يحطوني في حته ان انا جايه مع الستات، وفي الاخر هم اصلا ببقهم اللي بيقولوا ان هم اللي نكديين وان هم اساس النكد، وكل مشكلتهم لما يخش من باب الشقه. انا عايزه اسال الست سؤال، يعني هي دخلت باب الشقه اللي عامله السمعه البطاله دي، يعني فيها ايه يا ست الكل لما تفتحي الباب وتضحكي؟ انت في الضحك معاكي بفلوس؟ يعني انت لما بتضحكي بتدفعي فلوس؟ اضحكي يا ستي، ده حتى الضحكه بتنور الوش كده وبتخلينا كده امامير وحلوين حتى لو شكلنا ايه. هي الضحكه والفرحه بتخلي الست عمرها كويس وجميل وصغننه. ولو عمرك كام سنه، انا هرجع تاني افكركم بان في يوتيوبر انا بحبها جدا اسمها ابي، انا نسيت اصلا كانت منين بس انا متابعاها. ست ما شاء الله ما شاء الله يا رب ما شاء الله في 50 سنة وتشوفيها 10 15 سنة. الو. السلام عليكم. استاذ محمد رجع كلمنا تاني. ازي حضرتك يا استاذ؟ أيوة. محمد انا رديت عليك على فكره. ازي حضرتك يا فندم؟ انا معاك اهو اني كاعلاميه. انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. اتفضل. دلوقتي قلتي انا مش هتكلم كاعلاميه، انا هدافع عن الست. حصل وانا عند كلامي. احنا بقى هنتكلم عن الرجاله، حته دخول البيت اللي انتوا بتتكلموا فيها. تمام. انا دلوقتي راجل شقيان طول النهار. تمام. فاصلا ضغوط الشغل انت بتساعد. انا عايزه بس افهم حاجه، هي الحته دي اللي مزعلك ابعد عن في الجمله دي ابعد عن انا هرجلي اب حريمي. ايوه الشبكه. بس الشبكه مش انت بتقولي انت صناعه رجالي اب حريمي؟ ايوه حصل. تمام. انا بقول حريم، انا راجل. لا محمد انت عندك مشكله والله، انت عندك مشكله في الشبكه، وانا مصره انك تتصل تاني عشان انا هرد عليك. انا مصره انك تتصل تاني. ويا جماعة شوفوا لي دكتور أحمد عشان أنا كده بتحط في موقف إن أنا مع السيدات. تمام. بص يا دكتور، هو دكتور أحمد وصل. بص يا أستاذ محمد، أستاذ محمد أنا عندي رأيي إن الصناعة رجالي. تمام. كإعلامية بقى وكست. ليه بقى؟ ليه؟ هو خلاص بقى دكتور احمد جه داخل علينا وان شاء الله دلوقتي. تمام. وجيب السلامه. فانا عند رايي كاعلاميه وكست ان الصناعه رجالي والله. الست. طب هاخد ياسر وارجع لك يا استاذ محمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ ياسر النكد راجل ولا ست؟ ها؟ شوف انا عايز احكي لك بقى على مشكله هي يعني مش عارف احلها لحد دلوقتي. طب اتفضل. طب بعد اذنك يعني. اتفضل. هو حضرتك
انا كان في مشكله بيني وبين ناس جيران، ايه فتقريبا كده بعتوا لي واحد عمل لي السحر كده انا ومراتي. تمام معاك. هو دخل عليا ان هو يعني شيخ وجاي يقرا لي شويه في البيت وانت مالك ومش دجال يعني بقى. دجال مش شيخ. دجال دجال. تمام وحضرتك هو برضه قال لي هات حاجه من هدومك وقت ما اعرفش، هو زي ما تقولي والله العظيم زي ما تقولي نيمني كده مغناطيسيا ما اعرفش عمل فيا ايه، هو بلغني بكلمتين رحت خدته وطالع ايه على الشقه فوق، والراجل قال لي طب هات حاجه من هدومك عشان في سحر معمول لكم هنا وكده مراتك. المهم جبت له تيشيرت من بتوعي فقعد يقعد فيه حضرتك كده ويعمل ويخلينا شد قصاده في العقد وكده عمل ثلاث عقد حضرتك. تمام. وراح قايل لي طيب اقول ورايا اللي هي من غير بس ما تقول الديتيلز اللي حصلت. الراجل ده كان دجال مش شيخ يعني، ما استاذنك ما تقولش عليه شيخ. لا ما انا ما بقولش شيخ، انا بقول لك دجال. تمام. المهم هو بعد ما خلص عمل الثلاث عقد في التيشيرت بتاعه كده وراح قال لي قول ورايا سامحتكم يا اللي وراح عمل التيشيرت كده. طب بص انا هقول لحضرتك على حاجه بقى، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا من رايي الشخصي ان انت والمدام تروحوا مسجد او تروحوا للإفتاء وهم يقولوا لكم تعملوا ايه. تمام. وبيتك يتحصن بقى، حصن بيتك بالقران بالبخور بالامسحه، شوف يعني ايه اللي بيتعمل، ايه اللي بيتقري، اللي في حاجات المسك ريحته جميله وبتطرد الشياطين من البيت، الحاجات دي كلها حاجات حلوه قوي لازم تعملها ولازم تحصن نفسك بيها. والبرنامج هنا احنا معانا الشيخ موجود ممكن يفيدك في كده، ممكن الكنترول ياخد رقم تليفونه ونتابع معاه. وطبعا شيخ. الو استاذ عصمت. الو السلام عليكم. ازي عليكم السلام استاذ عصمت. النكد راجل ولا ست يا استاذ عصمت؟ نوطي التلفزيون بقى، نوطي التلفزيون عشان تسمعني من التليفون كويس. باي باي يا استاذ عصمت، مستنية تليفون تاني. طيب انا ملاحظة الصالات كلها رجالة. مش انا عايزة اشوف حد كده من جمهور النساء. يا جماعة في انتوا ايه هتثبتوا علينا الجريمة على فكرة؟ انا كده لوحدي، عايزة اشوف ست كده داخلة بقلب قوي وبتقول النكد من الراجل. الو استاذ ايمن. استاذ ايمن اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ ايمن. ها النكد راجل ولا ست؟ مشترك. ايه؟ مشترك بين الراجل والست. مشترك بين الراجل. ماشي انا الراي ده برضو عجبني. طب مين اكتر الراجل ولا الست؟ هي إيه ساعات بتبقى الظروف الضغوط بتاعت الراجل في الشغل او عمله هو بيخليه يساعده ان هو يعمل مثلا مش غصب عنه، بس الست بتبقى اكتر. الست بتبقى اكتر؟ طب يعني مش حضرتك شايف طالما مشترك يبقى الاثنين زي بعض؟ ما في واحد قاعد معلش يبقى ضغط الشغل في حياته عليه اعباء اكتر من اي حد تاني. تمام معروف ان وهي برضه عليها برضه شغلها شغل بيتها اولاد في حياتها كلها، مش هقول لا. تمام. بس هنتكلم في حاجه هي مشتركه بين الاثنين. لو عايزين يساعدوها الاثنين مع بعض يبقوا معاهم بين الاثنين مش واحد. لو حطينا شخص عن شخص انا بصراحه رايك عجبني جدا بصراحه. طيب طب احنا لو فرضنا ان النكد من الاثنين ومشترك تمام؟ ومش في بقى مره جانب يعدي وفي مره الجانب الثاني يعدي فالنكد مش هيبقى موجود؟ لا مستحيل ما تبقاش في حياتك. لا انا بقولش ما النكد غير المشاكل. انا اول حاجه لحاجه اتفضل. النكد او المشاكل اللي هي حالات الحياه، لو ما فيش مشكله يبقى في حاجه غلط. اللي عدى بيعدي عباره عن ما فيش زي ما بيقولوا عليها الملح في الاكل. لازم حاجه حياته حلوه. تمام مظبوط. تعدي مشكله هايفه وتكبر وفي الاخر الناس تقعد مفيش اي حاجه. طب انا هسالك سؤال شخصي يعني لحضرتك. حضرتك مثلا دخلت بيتك وداخل راجل فرفوش ومبسوط ومفيش حاجه حتى عيب الشغل مش موجود تمام؟ بس اه
كل راجل في حياتي كلنا بنضحك بنهزر بره البيت. اول ما نخش البيت نروح قاعدين وش تاني. طيب ده انت شايف ان ده عدل ربنا؟ ما هو استعداد ما عشان لازم تستقبلي باي حاجه لازم تخش مستقبلك. انا بسالك، انا هقول لك حياتك كويسه ان شاء الله ومفيش حاجه، وانت داخل ومراتك كويسه، تدخل انت البيت لقيتها مكشره، انت رد فعلك هيكون ايه؟ مره يعني مره لقيتها مكشره كده مثلا، رد فعلك ايه؟ ما بتحاولش تصلح الدنيا؟ انت لو سالت في ايه هتطلع لي انا في اليوم كله وتقول لي حاجه تي 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 تي. بص انا خالص فتقول لي عامله ايه الحمد لله في عشاء شكرا سلام عليكم. لا دي حياة مش صحة. أنا بشكر حضرتك علشان وصل دكتور أحمد أخيرا، وهتقوم أحلى خناقة. فاصل ونرجع تاني. إزاي دكتور أحمد أيوب؟ أيوة. إزايك؟ الحمد لله. فينك؟ أنا موجود أهو. فينك كل ده؟ سايبني سايبني أرد على الناس لوحدي ليه؟ وإحنا كنا بنتكلم في إيه؟ في النكد. طيب. تخيلي كده ان الراجل جاي من شغله متبهدل زي حالاتي كده، والعرق والجو حر. الاستاذه اللي هي مدام بتاعت حضرتك تدخل على طول تقول له هات فلوس، او في مشكله مع ماما، او في مشكله مع حماتي، او في مشكله مع اخواتك. شوف يا جدع الستات اتصلوا امتى لما انت جيت. الو شفتي ارزاق. الو استاذه شيماء. لا مع حضرتك. ايه يا استاذه شيماء جاي تتصلي دلوقتي مكان الدكتور مش موجود يا شيماء. كنت الدكتور مش موجود. طب انا الصبح رن بيديني مشغول عشان. لا اتفضلي. معلش هي بتهزر معايا. ضغط اتصالات. النكد من الراجل ولا الست؟ هما المفروض يعني من الاثنين، الراجل بينكد والست بتنكد. والله الناس بقت عاقله. انا مبسوط جدا من الكلام ده. اول ما يدخل من باب شقته ويسيب النكد والمشاكل واي مشاكل بره باب شقته قبل ما يدخل. لا 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 ثواني بس لازم ان احنا نعذر، وده لازم انا كنت بقولها دلوقتي، احنا لازم نعذر. ايه؟ لازم نعذر الراجل اللي متبهدل في الشارع. كلامك صح ان انا لازم اسيب همومي. ثواني، هي كلامها صح ان هي لازم تسيب همومه لما يدخل البيت، ولازم مشاكل البيت لازم ينسى همومه برضو لما يروح الشغل. ده الكلام صحيح، ولكن لازم نعذر زوجنا، لازم نعذر الراجل انه متبهدل ومع اشكال مختلفه مع ضغوط الحياه اللي بره. فلو سمحت نديله فرصه، وبعد ما خلاص ياكل وينام شويه الساعتين بتوعه، وبالليل بقى نتكلم في كل حاجه اللي هي لحظه الانس يعني بيسموها المصريين. طب انت يا شيماء يعني انت برايك قلت ان الاثنين سببهم النكد صح؟ طب انت شايفه مين شايل الحمل اكتر علشان كده يبقى مضغوط اكتر فالطرف الثاني يشيل؟ الراجل طبعا، الراجل. والست برضه تبقى مضغوطه، بس الضغط الست غير ضغط الراجل خالص. يعني انت شايفه ان الضغط الاكتر على الراجل؟ ايوه طبعا. يبقى انت المفروض اللي تتحملي بقى دخلته، وان انت المفروض اللي تستحملي وتعدي النكد. يبقى انت بتنقدي نفسك دلوقتي. هي على فكره كانت متوقعه، اصل هي مناصره المراه. انا مناصر الراجل، بس في نفس الوقت بقول بالكلام المفهوم والكلام العقلاني لازم الاثنين. ان الراجل عليه قوه تحمل وقوه تحكم في البيت وغيره واداره. وعايز اقول نقطه مهمه كمان. اتفضل. هما الاثنين بيتحملوا. تمام. بس في بدايه الجواز، ولا جيت لاحظت في الاحصائيات الاخيره ان اكثر الطلاقات بقى كبيره خالص سنتين، يبقى ست اشهر وبيطلقوا، سنه بيطلقوا، سنتين وبيطلقوا. السبب ان كل حد يعني حماد ده وام ده ماسكين ودان بعض. انه مفكرا لازم اذبح لها القطه، ودي لازم انت لازم تقولي كلمتك الاول عشان الراجل ما ياخدش هو اللي يسيطر عليكي. يعني نقطه السيطره. ما ينفعش في بيت اقول انا اللي مسيطر، او انسى كانها مسيطره. يبقى انت لغيته كده الحياه. الحياه لازم تفاهم. طيب نقطه مهمه جدا وكنت اثرتها الفتره اللي فاتت كتير، ان العلاقات، علاقه حب، علاقه زواج، ايا كانت العلاقه لازم يبقى في نقطتين مهمين. طيب. الامان وال ال... ال... الراحه. تخيلي كده انت مع زوجك مرتاحه معاه، انت ممكن تقول له اسرارك قبل ما يكون اهلك. تخيلي كده، والعكس الراجل لو مرتاح مع مراته هيقول سره قبل ما يروح يقولها لزمايله، قبل ما يروح يقولها. اقول لحضرتك على حاجه، النقطه دي انا معاك فيها جدا. ليه بقى؟ يعني انا مش بحب اتكلم في الدين قوي لاني انا مش خبيره فيه. لا احنا مش بنتكلم عن الدين بالظبط، بس انا يعني فاكره يعني قصه ان بنت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما جه يقول لها انها تختبئ، يعني اتكسفت منه فاستخبت ورا مين؟ ورا زوجها. طيب فمعنى كده ان الاثنين امن وامان وحياه واستقرار بعض. ده كلام صحيح. فده مشكله بقى المراه المصريه، وبخصها بالذكر،
غير اي مراه في العالم. طيب. في العند هي عنيده جدا وعايزه تبقى مسيطره جدا وعايزه كل مرأة. احنا ناخد بس مراه ثانيه اهي. الو ايوه استاذه رضوى. ايوه استاذه عامله ايه؟ الحمد لله. بصي بقى انا هسالك السؤال ومعاكي الدكتور. النكد ست ولا راجل؟ ست. شكرا. معاكي الدكتور. يا جماعه ده في ايه؟ ياريتكم ما اتصلتوا. ردي يا دكتور. من اثاره المره خسرت النهارده. ده انا بصي ماشي يا رضوى ده هاتولي رقم رضوى دي بالاخر. وبالتالي فرض السيطره على الانثى عملوا حاجه اسمها ايه؟ اسال رضوى في حاجه تحب تكلمها؟ اتفضلي يا رضوى لو عايز تسالي اي سؤال. ايوه انا شايفه ان الست اكتر في النكد ان اي حاجه بتغير المود عند الستات حتى لو نزل جابت خضار من تحت بيتها بتطلع مش طايقه حتى نفسها. تمام. هو رضوى انت متزوجه الاول؟ ايوه. بجد؟ بقالك قد ايه يا رضوى؟ سنه ونص. بقالك قد ايه؟ سنه ونص. سنة يا رضوى ده انت لسه صغنطوطه يا رضوى. نكد ايه بس ان شاء الله اللي ان شاء الله ما يجيلكيش نكد ابدا. بس يا رضوى واضح انها ما شاء الله فرفوشه. كمل مع رضوى عشان انا خصمتها خلاص. تعالي تعالي للزوجه الفرفوشه دي خلي لو زوجه فرفوشه. طب بشكرك يا رضوى وشكرا لمشاركتك معانا. تخيلي ان رضوى دي زوجه فرفوشه. لا هو اكيد زوجه فرفوشه على نفسها. واضح جدا. انا بتقول ست يبقى متحمله على نفسها. دي حقيقة. تمام. بس نصيحه مني بلاش اي راجل او اي انثى او اي شخصيه في العالم ما يتحملش على نفسه 100%. لازم يدي لنفسه طاقه. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ طبيعي هينفجر يقول خلاص انا كده واخد وهيتحول لسورس نكد. تمام. ده في الاخر. ده في الاخر بعد ما خلاص طهي. ايوه زي ما بيقول. ايوه. فاللي انا عايز اقوله يبقى لنفسك طاقه. لازم تهادي نفسك. لازم تحسس لنفسك. لازم تعمل الاكل اللي انت بتحبيه. لازم الحياه اللي انت بتحبيها. في نفس الوقت تقبل الاخر وتفاهم مع الاخر بحيث ان يبقى عارفه زي عاشق ومعشوق. ايوه. النجار ما بيعرفش يعمل سرير او اوضه او غيره. لازم يبقى فيه عاشق ومعشوق. لازم الاثنين زي بعض. ولازم بالميزان بعض. لازم بالميزان. ما ينفعش تبقى واحده عندها الايجو اللي هو الانا. انا لازم الكلمات اللي تفرق دي نرجسيه. دي جزء منها. ما ينفعش اقول ان النرجسيه غير ما اعرف الشخصيه كامله. تمام. لكن الايجو هو الانا. فرد الانا. والراجل نفس الكلام. تخيلي لو حد فيهم عندهم النقطه دي وداخلين البيت في بدايته هيحصل كوارث. وتخيلي برضو ان نقطه العند وحد فيهم بيعاند قدام التاني بحيث كلمته تمشي هتحصل كوارث. طبعا. وبالتالي هما الاثنين داخلين كانهم حرب. الحياه مش كده. الحياه دايما بقولها مش مستاهله. الحياه حلوه. ايه المشكله ما نضحك ونفرح ونخرج ونتفاهم. لو فرضنا ان الراجل قال لا في حاجه هي تقول له طيب ليه يا حبيبي. طب المفروض الست لازم تكون ذكيه. معانا تليفون. اتفضل استاذه رانيا. استاذه رانيا الو. ازي حضرتك؟ الو. ابوس ايدك. أيوة. ابوس ايدك حتى لو مناصفه. قولي لي الست ولا الراجل سبب النكد؟ الراجل طبعا. برافو عليكي. وبصي احنا اصلا مش عايزه ابوس ايدك من الاول. مش عايزه فنان تاني. قولي الراجل ايه سبب النكد؟ طب هو ليه سبب النكد؟ كان باجي من بره من الدايج ومن الشغل ومن ده باجي يطلع غلبه كله في السر. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون. بيقول بيطلع غلبه كله في الست. طيب هي عندها حق ان هي صعيديه او من منطقه ريفيه. بس هي تقريبا صعيديه من الاقصر. هي من الاقصر. من الاقصر. اجدع ناس وانا بحترم اهل الاقصر. انا بحبهم قوي المكان ده قوي. جميل وناسه حلوه. بس مشكلتنا برضو ان الراجل المصري حاطط برضو ان المراه في ام لا ما تخرجيش غير بكلمتي. لا الكلام زي السيد ده زمان انتهى. فالمفروض ان انت تحتوي الانثى اللي معاك. خلي بالك هي سابت بيت اهلها علشان تكون هي بنتك. وخلي بالك ان اخا في المناطق الصعيديه على فكره بيتجوزوا ايه؟ يبقى 14 و15 و16 و17 وقبل لسه كمان بيتجوزوا ما بيعملوش القسيمه. وبعد ما يتم 18 سنه بيعملوا القسيمه. القسيمه كروكي كده لحد ما تتم السن القانوني. طب انا يعني معلش وعايزه اصرح بالمبادره تاني. انا كنت قبل كده اتكلمت فيها وبقولها تاني. يعني الدولة مش عارفة ده بيحصل؟ بيحصل. طب يا ريت الدولة تتبنى الموضوع ده. يبقى فيه أول حاجة مبادرة برامج توعية أسرية نبدأها من هنا دكتور. في الإعلام يا ريت. يا ريت يكون نبدأها من عندنا في الصحة والجمال. يبقى فيه برامج على كده. على فكرة لو الصحة والجمال أو الحدث أو أي قناة أي قناة ابتدت بالموضوع ده صدقني هتاخد حيز كبير. لأن دلوقتي بدأوا عايزين يستوعبوا. عايزين يشوفوا مفاهيم جديدة. عايزين يحسوا كده ويفهموا إن الحياة عايزين نخرج
من مشاكل الحياه العاديه ولازم اللي دلوقتي الكل بيتكلم فيها، الفلوس والغلو وال الله ينور عليك. اصلا ده لوحده ضغط نفسي يا جماعه علينا. على فكره كل الاهالي دلوقتي شايفه ان الشاب اللي جاي يتجوز بنتهم فلوس، ولازم تدفع 20,000 ذهب، ولازم بص بقى يا دكتور معلش انا اسف حياتك اللي جيت متاخر النهارده. اتفضل. لا ولا يهمك. انا عايزه حضرتك، انا هدي حضرتك السؤال علشان الوقت، انا عايزه حضرتك تجاوب بالظبط. لو ايه النكد ده ازاي نسيطر عليه في بيتنا؟ خلاص احنا عرفنا ان الراجل السبب خلاص. تمام. ايه استنى راجل ايه السبب؟ احنا كده عرفنا، احنا عرفنا يا فندم. انا كمتخصص بقول ان الاثنين لازم الاثنين يتفاهموا مع بعض، ما ينفعش واحد. ماشي، احنا عرفنا الحمد لله ان الراجل السبب. فبالتالي حضرتك هترد علينا ازاي نتخطى مراحل النكد، وازاي لو في نتعامل معاه ونصلحه بحيث ان البيت يبقى بشع فيها حاجه لما تبقى انه فرحة. زي رضوى كده نتحامل على نفسنا، بس مش تحمل اللي هو الطاقه تطلع ونقول انا اسف. هي فيها مشكله لما نقول انا اسف؟ فيها مشكله لما الراجل يغلط يقول انا اسف يا مراتي يا حبيبتي؟ فيها مشكله ما يتاسفش؟ انا خلاص انا موافق ان انت رجولتك وكرامتك وشخصيتك، بكره سيبها خلاص، بس ما تنيمهاش زعلانه، او تنزل تشتري الشوكولاته الحلوه اللي هي بتحبها وتقول لها اتفضلي، بس هي كده الصلح. طيب هي على فكره برضو الطفله في البدايه بتبقى عامله زي الاطفال. أوه. عايزه بالونه، عايزه لبانه، عايزه شوكولاته، حاجه كده بسيطه. والله لو لبانه اللي هي بجنيه، اي حاجه داخل فاكرها بيها. وانت برضو مني ليكي نصيحه، هو من حقه يشوف ست حلوه في البيت، من حقه الستات كلها حلوه والبنات كلها حلوه، بس تشتغل على نفسها. كنت عايزه بس، انا اسفه يا دكتور، كان في معانا راي شيخ كان معروض على الشاشه دلوقتي، بيقول ان النكد اساسه او هو بيقول لك في الحقيقه موقف الراجل من حيث استيعاب الموقف وتقديره والتعامل معاه هو اللي بيخلي الست نكديه او لا. يعني هنا قال لك موقف الراجل هو اللي بيخلي الست نكديه او لا. ده كان فضيله الشيخ يا شيخ عبد الرحمن. هو انت متحمل على الراجل كده بالكلام كده؟ هو متحمل على الراجل؟ ماشي. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم الاثنين يبقى فيه. بصي الزواج زي الميزان، ما ينفعش يبقى كيلو ده ناقص ولا ينفع الكيلو ده زياده، لازم يبقى الاثنين متساويين مع بعض. وانا لسه كنت قايل عاشق ومعشوق، لازم الاثنين يكونوا متفاهمين. هيحصل في البدايه طبيعي لازم مشاكل، لكن لازم الاهالي يقول لهم مش تستحمل للمشاكل، تستحمل لاحتواك زوجها، وهو نفس الكلام يستحمل لاحتواك زوجته. تمام. تخيلوا الاثنين لو بيطبطبوا على بعض، وتخيلي لو نصيحه نقفل نصيحه انصح الناس نصيحه، نسمع كلمه الفنان الجميل اللي قالها فنان اشرف عبد الباقي، لو كل الناس اللي بيقول شكرا اللي بيقولوا من فضلك ولو سمحت، وتخيلوا ان الازواج بيقولوا الثلاثه دول احترام. تخيلي بدل ما الانثى بتقول عايزه وعايزه وعايزه لو سمحت يا حبيبي، طب من فضلك حد كده. هختم بالجملة الحلوة اللي قالها لو سمحت يا حبيبي من فضلك، بس عايزة اقول لكم اني برضو وبعد ما بيجيب تقول شكرا. بعد ما الدكتور لسه هاخد برضو وهقبض عليه الحلقة الجاية معانا، وهنكمل ناخد جزء من النكد ومعانا الدكتور تاني، وهو اللي عمل في نفسه كده. باي باي، ونستناكم في حلقة جديدة بإذن الله.